نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير دائما. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم انطرط موسكه او المسقعه بالعربيه. غادي نحتاجوا لها بسم الله على بركه الله عندنا هنا بصله كبيره غادي نديروها مشلضه، هنا عندنا ثلاثه ديال الضروس ديال الثوم، وإلا كان ما متوفرش عندكم ديروا الثوم البودره على حسب الذوق. هنا عندي 500 غرام ديال الكفته، كنحتاجوا لها البتنجال، تيبقى على حسب الكميه ديال الاشخاص على حسب افراد الاشخاص. هنايا عندي انا جوج بتنجالات، وعندي هنايا فلفله حمراء فلفله صفراء وفلفله حمراء، غادي ندير غير نصف في الواحده. غادي نبداو على بركه الله باش نقطعوا البصله، نشلطوها هي الاولى. دابا غادي ندوزو من بعد ما قطعنا البصله غادي ندوزو نزيدو زيت البلديه زيت العود ثمن واحد ربعة المعالق حتى الخمسه. دابا غادي ندوزو باش نزيدو البصله، بعد ما قطعناها وغادي نزيد الثومه من بعد ما حكيتها. دابا غادي نخليها حتى تشلط حتى تشحرنا مزيان. دابا من بعد ما تشحرت لنا البصله غادي نزيدو الفلافل، غادي نزيدو الفلفله الصفراء والفلفله الحمراء. غادي نخلطهم مزيان. دابا غادي نزيدو الكفته، بعد ما زدنا الكفته غادي نحاولوا ندمجوا هذه الكفته مع البصله. دابا غادي نزيدوا الملحه بالنسبه للتوابل، غادي نزيدوا الملحه. هنا عندي البصل فلفل اسود هكا، وغادي نزيدوا شويه ديال السودانيه. هاد السودانيه تتبقى على حسب الذوق. وغادي نزيد غادي نزيد جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك او مركز طماطم، جوج معالق كبار، وغادي نصطام في التحك حتى يتخلطوا مزيان. ودابا غادي نضيفوا لها قشور ديال الحامض، راه تتجي رائعه وتتجي زوينه بزاف، غير جربوها. بهالطريقه هذه كتجي زوينه بزاف. دابا من بعد ما ضفت لها العطريه وضفت لها ديك القشور ديال الليمون غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نبقاو تنحمكوها كل ساعه، وغادي نخليوها 20 دقيقه وحنا مع التحريك المستمر، نخليوها تنضج مزيان. الحشوه كطيب غادي ندوزو باش نقطعو البتنجان باش نقليوه، غادي نقطعوه دوائر رقيقه
كما غسلناه مزيان غادي نخليوه بالقشره ديالو. دابا بعد ما قطعت الباذنجان غادي ندوز باش نضيف الزيت. باش نقليها غادي نبدا على بركه الله، ما ضفت لها هنا لا ملح لا حتى شي حاجه، حتى نقليها عاد ديك الساعات غادي نضيف لها الملحه. انا خليت المقله سخنت مزيان، غادي نستمر على هذه الطريقه، هذه نبقى نقلبها ونشقلبها هكاك على جوج ديال الوجه. غادي نقلبها مزيان، نقلبها على هاد الوجه عاوتاني نقلبها على الوجه الثاني وحتى طيب لي، وعاد نحطها على شي ورق نشاف باش تشرب ديك الزيت. وهانتوما معايا دابا من بعد ما ساليت البتنجال بالقليم، دابا غادي نخليه على جنب وغادي نجيب المول اللي غادي ندخلو للفرن. بالنسبه للمول غادي ندهنو هنايا بالعسل، هانتوما غادي ندوز باش ندهنو بالعسل، غادي نلبسو كامل بالعسل. حتى الجوانب دابا من بعد ما دهنت المول ديالي كامل غادي ندوز باش غادي نشف هاد البتنجان مزيان. ضروري هاد العمليه هادي، خصكم تنشفوا البتنجان من الزيت مزيان. غادي ندوزو دابا باش غادي نزتفوها في الليمون، غادي نبداو على بركة الله. غادي نمشيو على هاد الشكل هذا، هاد لاطارت هادي تتجي رائعة وزوينة بزاف. دابا من بعد ما لبستها في المول كامله غادي ندوز باش ندير لها رشيشه ديال الملحه. رشيشه ديال الابزار، ودابا غادي نضيف الحشوه. غادي نقدها مزيان، دابا من بعد ما قادت الحشوه ديالنا مزيان، دابا غادي ندوز باش ندير لها لاباط فويتيل او العجين المورق. غادي نديرها من الفوق وغادي نحاول نقدها مزيان. هاد الزوائد غادي نزولهم، صافي. دابا غادي ندخلها للفرن، غادي نشعلو من الفوق، ومني غادي يطيب غادي يرجع ان شاء الله. هذه هي لاطارت ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي رائعه وزوينه. دابا غادي ندوز باش نقدمها في الغطار على بركه الله. هذه هي لاطارت ديالنا، لاطارت المسقعه بعد ما وجدات زيدت على هذا الشكل،
كتجي رائعه البنات، غير جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. الا عجبتكم ديروا لي لايك، فنقول لكم راها زوينه بزاف ولذيذه، توجدوها للضيوف ديالكم والعائله ديالكم. دابا غادي ندوز على بركه الله باش نقطع معكم طريف. هانتوما كتجي رائعه وزوينه بزاف، هانتوما من الداخل غير جربوها، راها غادي تعجبكم بزاف ولذيذه وزوينه. اللي شاف القناه ديالي لاول مره تنقول له مرحبا بكم والف مرحبا، والا عجبتكم هاد الوصفه هادي بارطاجيوها مع العائله ومع الاصدقاء ديالكم. تنقول لكم حتى الفيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.